بعد عملية تسليك القناة الدمعية بيحصل تحسن ملحوظ في التصريف بتاع الدموع، لكن مش شرط ان الاعراض تروح مره واحده. الاعراض ممكن تاخد حوالي اسبوعين ثلاثه على ما تختفي، لان العمليه بتتعمل في المجرى اللي هو ضيق، بيتم توسيعه وبيتحط حاجه اسمها دعامه جواه. المكان بيبقى ضيق جدا في الاسبوعين ثلاثه اللي بعد العمليه، فالمريض طبعا الالتهابات اللي كانت موجوده بتقل، لكن لو عنده تدميع، التدميع ده عاده بياخد من اسبوعين لثلاثه على ما يتحسن. طبعا في بعض الحالات بتبقى حالات عندها انسداد شديد، وبالتالي الدموع نسبتها كبيره جدا، دي اللي هي ممكن هيحس بنسبة تحسن، لكن الأغلبية العظمى بتاخد حوالي أسبوعين ثلاثة عشان الدموع تكون اختفت تماماً والإفرازات قلت، وده الطبيعي بعد أغلبية عمليات القناة الدمعية. دكتور أحمد شفيق، استشاري عيون طب عين شمس، واستشاري عيون في مستشفى نور الحياة.